مبروك يا كابتن، مليون مبروك. يحيى يحيى كابتن سيد، اغلى سجده هو ده النادي الاهلي. عاوز تدور على الانتصارات ليه مع النادي الاهلي؟ مليون مبروك، احسن فوز واغلى فوز النادي الاهلي النهارده على غريم التقليدي الزمالك، وما احلاها بطوله النجمه التاسعه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بطوله كبيره جدا جدا، ولاده متعسره بنت 60 في 70، بقى لها 7 سنين بنولد فيها، لكن لما تولد تولد يعني ولد وولد كبير يعني. الحمد لله رب العالمين، كنت متفائل جدا 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 يعني رقميا كمان. يعني دي المره التاسعه اللي بنقابل فيها الزمالك في البطوله دي، في بطوله دوري الابطال. لعبنا مرتين في سيمي فاينال 2005، ولعبنا مرتين في دوري المجموعات 2008، ولعبنا مرتين في 2012 دوري المجموعات، ولعبنا في 2013 دوري المجموعات مرتين. دي المره التاسعه سبحان الله. حتى اخر بطوله خدناها كانت المره الثامنه، كان برضو كانت المره الثامنه اللي بقى فيها الزمالك. الحمد لله رب العالمين، حق جماهير النادي الاهلي تفرح، وتفرح فرح كبير جدا جدا جدا. كنا محتاجين بطوله كبيره زي ديت في ظل موسم كله يعني انتقادات و يوم وكلام سئيل وكلام يعني ما ينفعش يتقال على النادي الاهلي، لكن شخصيه الاهلي بامكانيات الاهلي وفكر الاهلي وقيمه الاهلي، الحمد لله رب العالمين قدرنا نعدي يعني. الحمد لله. بقول كمان لجمهور الزمالك افرحوا بفريقكم، قدمت ماتش كويس جدا النهارده، عملت ماتش كبير جدا جدا جدا. لكن البطولات الكبيره بتاعت الدوري وافريقيا اكيد بتروح للاهلي. الحمد لله رب العالمين. بكره هنفرح وبعده هنفرح، لكن ما تنساش ان احنا كمان عندنا بعد 5 ايام، بعد 5 ايام بطوله كاس مصر، وبعدين سوبر افريقيا. الحمد لله. بكره في اجازه؟ لا لسه، بقى الراجل يعني عندكم مباراه يوم 1 ومباراه يوم 5 باذن الله رب نكسب يوم 1، ومباراه يوم 5 ومباراه يوم 10، توالي مباريات وضغط المباريات، بس هو ده النادي الاهلي. الحمد لله على كل شيء. كنا محتاجين ده يعني، اتعرضنا لشويه حاجات في 3 4 ايام، الثلاث ايام الاخيره يعني، بعد ديانج، بعد وليد سليمان، بعد صالح، وفي فتره كانت كنا محتاجين المجموعه كلها تبقى موجوده. لكن الحمد لله رب العالمين، شخصيه اللعيبه النهارده كانت شخصيه يمكن في بعض الاوقات، في بعض الاوقات كنا محتاجين يعني يبقى رده الفعل احسن من كده. لكن يعني التوتال الماتش او اجمالي الماتش طبعا احنا نستحق الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على المكسب، الحمد لله على البطوله الكبيره قوي 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 دي. لحظه كانت امتى بالنسبه لك؟ والله بص، من اول دقيقه لاخر دقيقه يعني. خلينا نقول يعني احنا مش الناس اللي هي يعني رافعه مراخلها لفوق، احنا ناس واقعيين جدا ونحترم الناس ونقدرها وننزل الناس منازلهم يعني. من اول دقيقه انا عارف ان هنقابل نادي الزمالك، فرقه كبيره وفرقه لها تاريخها ولها مكانتها، فلازم تعمل لها حساب كبير جدا جدا. لكن ثق في نفسك وثق في تاريخك وثق في شخصيتك وثق في امكانياتك وقدراتك يعني. الحمد لله على كل شيء، من حقنا نفرح ونفرح فرح كبير جدا. ليله الاهلاويه كلهم كانوا مستنيينها، ليله ما بتتكترش كتير يعني. انا ممكن يجي النهائي ده مره ثانيه، لكن مش بسهوله يعني. الاذهان والارقام والمباريات ما تتكررش. نهائي فاينل البطوله افريقيا ما بين الاهلي والزمالك، بما بينهم ما بين يعني طبعا بالتاكيد يعني حاجات كويسه، لكن في منافسات كبيره كانت هتفضل علامه في التاريخ، علامه مسجله في التاريخ ان انا كل ما قابلك. وبعدين انا ما خسرتش في سيمي فاينل في 2005، وما خسرناش في دوري المجموعات 2008، وما خسرناش في 2012 في المجموعات، وما خسرناش في 2013. كان هيبقى يعني شكلها وحش قوي لما نخسر اول مره من الزمالك في افريقيا ويكون النهائي يعني. مبروك البطوله يا بيه. الحمد لله الحمد لله.